إخواني إخواني رؤساء أولا الحرارة هذه وجهني لفكرة باش نديروا المجهود باش خلق واحد المكسب اللي غادي يمكن يدافع على المصالح ديال التاجر دعمان كبار ماشي عمل ماشي عمل سهل باش نعرفوا كيفاش تهيئ وتنعرفوا كيفاش تهيئ الاتحاد شحال قوة وضروري إلى الوقت باش نديروا الاتحاد لأنه الإدارة إذا ما كانش بحال القوة هذه القوة دفاع عن مصالحها تتبلع البلاد وعندنا جهة محلية وكنا اشتغلنا بالكتاب القبيل اللي كان غادي يخرج من الناس من قبل 2005 واشتغلنا بنفس المنهجية كونا المكاتب المكاتب المحلية ومن بعد كنا المكاتب الجهوية وكان زاد وكان عمل مسلم وكان جبار وجلسنا مع المسؤولين في الحكومة وجلسنا مع المسؤولين في الجهة وجاء القسيمة الرياضية إذا أنا سنقول إذا كان واحد العمل يكون ناجح فهو ضروري من تكوين مكاتب محلية من وراء جهوية وهذه المكاتب تمثل جميع الجهات الجهات الفصل الجهات تكون منها باش كل واحد ياخذ المكان ديالو باش ما يتسماش الحي إذا بغينا نكونوا عمليين هذه نجي أما بالنسبة لفاس نظرا على فاس أنا سأقول يا إخواني فاس فقط أقبيرات أقبيرات مش جميع المجالات لا صناعة ولا تجارة علاش؟ ما كاينش واحد فكرة طموحة باش تصل لاعتبار الناس كاين فكرة المصالح هي اللي كاينة إذا حنا طيب نسمو بخير هذا راه عمل شاق ومجهود شاق راه عمل صعيبة باش نأديو المهام باش تكون غدا عندنا واحد الصورة لأن هاد الناس هادو راهم تيتسناو المولود الجديد وراه تنقضي ولا كاع نسناو المولود الجديد باش يعطي واحد النتيجة طيبة لهاد الناس هادو لأن هاد الناس هادو راهم قارو لهاد الناس ما كانش أولا القانون بيعطينا أول مشاء كل منها ثانيا بالنسبة للمستثمرين داخل على المدينة ما بقاش العام تشدو إذا أنت جات كنت تتعامل معاهم كنت تتعامل مع هاد الناس ديال المعاني هما مشاو المعاني من غنجيب منها دخل حتى جات من غادي يدخل مسكين ما بقالوش إلا عمرو راه قراه كاين الآن في خلص مالو فالسعادة كاين اللي جاب راه كاس تسمع ولكن ما يشكو مزال أنا الفكرة ديالي وهي تكون مكسب مكسب داخل مكسب محلي مكسب جهوي باش تكون العمل منصح ويكون عنده واحد القوة باش يكون سمعنا اللي يشكو مزال